بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده هحاول اشير معاكم طريقه بنستخدمها كتطبيق للبايو تكنولوجي. هي عباره عن تطبيق للجينيتك انجينيرنج في النباتات. الهدف من التجربه اللي هنشوفها النهارده نعمل ديمونستريشن ليها، ان احنا نشوف ازاي نقدر نستخدم طريقه لنقل الجينات لنبات اسمه كاميلينا ساتايفا. ده نبات بينتج زيت، يستخدموه الزيت بتاعه كوقود حيوي او كبايو ديزل. فالفكره ان احنا هنشوف النهارده طريقه معتمده على استخدام الاجروبكتيريا از ميدييتور لنقل الجينات للنباتات. فهنحاول نعمل مع بعض الخطوات واحده واحده من الاول للاخر، بحيث نتعلم مع بعض ازاي نعمل نستخدم طريقه جديده لنقل الجينات. والطريقه دي اسمها الفلورال بيب تكنيك، وهي مستخدمة تم استخدامها لأول مرة على نبات الأرابيدوبسيس، ودلوقتي احنا بنستخدمها في نباتات كتيرة تبع البراسيكا فاميلي، منها نبات الكاميلينا ساتايفا اللي احنا بنشتغل عليه النهارده. هنوريكم النهارده ازاي ايه الكيميكال او الريجنت اللي احنا مستخدمينها عشان خاطر نطبق الطريقه دي على نبات الكاميلينا. فاحنا محتاجين البكتيريال كالتشر بتاعتنا، ودي عباره عن اجرو بكتيريوم سترين ناقلين ليها الجينات بتاعتنا اللي احنا عايزين ننقلها للنبات الكاميلينا. والاجرو بكتيريوم سترين بننميها لمده 48 ساعه على درجه 30 عشان اعمل 1 لتر ميديا. ال 1 لتر ميديا في كونسنتريشن للاجرو بكتيريوم الاو دي على 280 نانومتر ايكوال 1، وده الكونسنتريشن اللي بنوصي بيه في استخدامه في نقل الجينات لنبات الكاميلينا. اولسو محتاجين برضو يكون عندنا المايكرو بيبس اللي احنا هنستخدمها في الشغل. تمام، محتاجين بعض الكيميكالز اللي هي كفينوليك كومباوند، وده بتعمل اندكشن للجينز الموجوده في الاجرو بكتيريوم عشان تقدر تسيب النباتات بفاعليه اكتر وتعمل نقل الجينات جوه النبات بتاعي. فهنستخدم تو ديفرنت كيميكالز. في عندنا كيميكال اسمه سيلويت L77، وده عباره عن كيميكال بتستخدم في كافينوليك كومباوند، بتساعد على زياده الافشنسي بتاعه البكتيريال ترانسفورميشن. وعندنا برضو كيميكال تانية اسمها اسيتوسيرينجون، وده برضو فينوليك كومباوند بنستخدمه بتركيز معين عشان نستحث البكتيريا ان هي تصيب النباتات وتسبب لها نقل الجينات اللي احنا عايزين ننقلها للنبات. لازم برضو يبقى عندي بلاستيك باجز، وده بستخدمها بعد ما اعمل انفكشن، ان انا بعمل انكيوبيشن للنباتات بتاعتي جوه البلاستيك باجز في لمده 24 ساعه عشان تقدر تحفظ لي ان الرطوبه تكون عاليه، وبالتالي ده بيساعد على حدوث الترانسفورميشن بإفشنسي اكتر. ومحتاج ان انا مقص موجود عشان خاطر ان انا اعمل تريمينج للنباتات قبل ما اعمل لها انفكشن، بحيث ان انا البذور الفلاورز اللي هي اوريدي ديفلوب اقدر ان انا اشيلها، بحيث ان هي هتدي لي فولس بوزيتيف ريزالت وانا مش محتاج ده. هنشوف دلوقتي ازاي نعمل تريمينج للنباتات قبل ما نعمل انفكشن. نبات الكاميلينا ساتايفا اللي احنا هنعمله جينيتك ترانسفورميشن النهارده. فده انا التيشوز اللي انا بعمله فلورال ديب تكنيك بيسموه، ان انا بستخدم الفلاورز، فبستنى لحد النبات اما يعمل يحصل له بلومنج وتطلع الفلاورز بالشكل ده. ده انسب ستيج للفلاورنج اقدر ان انا اعمل بيه ترانسفورميشن، عشان انا محتاج النباتات اللي يكون الفلاورز ما حصلهاش ديفلوبمنت وما كونتش البودز اللي هيتكون فيها السيدز بعد كده. فهي دي اللي هعمل لها ديبنج في البكتيريال كلتشر اللي معايا. فالمفروض ان انا لو في حاجات لو في بعض الفلاورز حصلها ديفلوبمنت وبدات في مرحله تكوين البذور، المفروض ان ديت ما يقدرش ان البذور دي مش هتبقى ترانسفورمد عشان اوريدي هي اتليت ستيج ناو. سو اي
محتاجين ان احنا نعمل تريمينج، نقص الزهور اللي هي حصل لها ديفلوبمنت بالفعل. فانا هوريكم دلوقتي ازاي نقدر نعمل تريمينج للنباتات بحيث اشيل البذور اللي هي اوريدي ديفلوب واللي هي احتماليه ان هي تبقى ترانسفورمد ضعيفه جدا جدا. فبحاول ان انا اشيل البذور اللي هي حصل لها ديفلوبمنت بالشكل ده. اتاكد ان كل البذور اللي حصل لها ديفلوبمنت اتشالت، واسيب بس الفلاورز سواء الان اوبن فلاورز او الفلاورز اللي هي اوبن لكن البولينيشن لسه هيحصل. بالنسبه لعدد النباتات اللي انا اقدر اعمل له ترانسفورميشن، ده بيرجع للافيشنسي بتاعه التكنيك اللي انا بستخدمه. فبالتالي التكنيك اللي هو مستخدم ده اللي هو اسمه كاميلينا ديب، اسمه فلورال ديب تكنيك دوت، الافيشنسي بتاعته لحد دلوقتي ما وصلتش 0.4%. وبالتالي لو انا عايز اطلع نباتات مهندسه وراثيه لازم ابدا بعدد نباتات معين اعمل له ترانسفورميشن عشان احتماليه ان انا يتكون عندي بعض البذور ترانسفورمد 0.4%. وبالتالي لازم ازرع نباتات كتير بحيث احصل على عدد فلاورز اكبر، وبالتالي احصل على عدد البذور اللي انا اقدر ان انا اعمل لها سيليكشن بعد كده وتقدر ان هي تكون ترانسفورمد سيدز. زي ما قلنا احنا الطريقه دي اسمها فاكيوم انفلتريشن ميثود، وبالتالي لازم يبقى عندي فاكيوم ان انا اقدر اعمل فك للاير اللي موجود جوه الاريا دي بحيث ان انا اخلي البكتيريا تطلع ابسوربشن على البلانت تيشو. في الحاله دي البلانت تيشو اللي انا استخدمها الفلاور، فانا لازم اتاكد ان انظف كويس الفاكيوم اللي انا هشتغل جواه واتاكد ان هو خالي من اي اتربه ممكن تاثر على الترانسفورميشن. وبتتم عمليه التنظيف باستخدام الايثانول 70% بحيث ان انا اقضي على اعمل سيرفس استريلايزيشن بحيث اقضي على اي مايكرو اورجانيزم ممكن يحصل لها ترانسفورميشن الونج البكتيريا اللي انا هستخدمها في الاجرو بكتيريوم كميدياتور للترانسفورميشن. الخطوه اللي بعد كده ان انا بيبقى عندي البكتيريال سوليوشن بتتحط جوه الكونتينر بالشكل ده، دي اجرو بكتيريوم سترين بعمل لها انجينيرنج قبل كده، عملنا فيها ترانسفورميشن الجينز بتاعتنا اللي احنا عايزين ننقلها النهارده لنبات الكاميلينا ساتايفا. فبحط هنا الكونتينر بالشكل ده وبجيب نباتين مع بعض اقدر ان انا اعمل لهم ديبنج. الفكره ان انا اعمل ديبنج للفلاور دي جوه السوليوشن لمده 5 دقائق تحت باكيوم. ودي دي الاسلوب اللي احنا هنستخدمه عشان نعمل ترانسفورميشن. بحاول بحرص ان انا اجذب امسك الستام واحاول ان انا اعمل ديبنج للفلاور جوه السوليوشن بتاع الاجرو بكتيريا بتاعي بالشكل دوت. انا ديبنج الفلاور بتاعت الكاميلينا نبات بلانت جوه السوليوشن بتاع الاجرو بكتيريا، بالتالي بحاول ان انا اتاكد ان هو ان الفلاورز معمول لها ديبنج كويس قوي. وبعد كده بقفل انا الفاكيوم اللي عندي بالشكل ده. اتاكد ان كله انه مقفول كويس مفيش ليكنج لاي اير. وبعدين بقفل اي مصدر من الهواء يخرج. بعدين بعمل ابلاي للفاكيوم بالشكل كده لمده 5 دقائق. يفضل ان انا اعمل شيكنج عشان اخلي اللي يحصل ديبنج بطريقه كويسه، اعمل شيكنج اثناء ما انتهاش. بعد ما فرغ الهواء من الفاكيوم بتاعي
بعد ما الهواء كله اتفرغ اقدر ان انا افتح دلوقتي الفاكهه عشان اخرج النشويات بتاعتي. الخطوه اللي بعد كده ان انا بعمل بحط النبات بتاعي جوه كيس بلاستيك زي ما اتكلمنا عن كيس بلاستيك باك عشان خاطر ان اوفر رطوبه عاليه بحيث اساعد ان البكتيريا تعمل انفكشن للنباتات وبالتالي تنقلها الجين. فبنستخدم احنا اكياس بلاستيك بحط النبات في التري اللي انتم شايفينه دوت اوفر نايت لمده 12 ساعه تحت ظروف من الاظلام تمام، وده بيساعد على عمليه الانفكشن ان هي تحفز بسرعه والجينز تتنقل للنبات بتاعك.